صاحب الفضيلة يقول السائل: بعض الشباب في الحرم وخاصة في العشر الأواخر عندما يخرجون من المسجد الحرام خاصة بعد صلاة التراويح يحجزون أماكن لهم لأنهم يرجعون بعد فترة قصيرة، وهذه طريقة غالب الناس عامة، ونرى بعض طلاب العلم يفعلون هذا، فما هو التوجيه؟ والله هذا لا ينبغي، ما في شك إن هذا إنه احتجاز للمسجد الذي جعله الله للسابق لمن يسبق، لكن إن كان يخرج لحاجة ويرجع قريبا فلا مانع، يعني بيروح يتوضأ ولا بيروح يتغدى ولا يأكل ثم يرجع، هذا لا بأس به. أما إذا كان والله بحجز يروح ينام في بيته أو يروح يسهر ويضحك ويمزح مع ربعه مع هو حاجز الحرم، هذا ما يجوز. نعم.